تميزت مداخلات نواب مجلس الشعبي الوطني التي عقبت عرض مخطط عمل الحكومة بالمرافعة على انشغالات الساكنة في بعدها الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المحلية التي ما تزال تشكل تحديات كبيرة على السلطات المحلية والجهاز التنفيذي بمختلف دوائره الوزارية. وعلى غير العادة اعتلى نواب المجلس المنبر الذي خاطب من خلاله الوزير الأول والمخصص في العادة للوزراء ومقرري اللجان مبادرة استحسنها النواب لإسماع صوتهم حول ما تضمنه مخطط عمل الحكومة في تفاعل عكس خصوصية واستثنائية الظروف التي تمر بها الجزائر شعبا ومؤسسات. إن المرحلة التي تعيشها الجزائر على ضوء الرهانات وتسارع الأحداث وعزم الحكومة على تدارك الاختلالات الناجمة عن تراجع احتياط الصرف وشح الإمكانيات المالية يبرر استفسار النواب حول مصادر التي تنوي الحكومة الاعتماد عليها للوفاء بوعودها. وقد جاءت مداخلات النواب لتؤكد مرة أخرى ضرورة تطبيق وتنفيذ مخطط عمل الحكومة في إطار برنامج محكم يراعي تطلعات المواطنين من حيث السكن والنقل والصحة والشغل والتعليم.